السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهم جدا ملف الكوبي اللي احنا هنصدره يكون مكتوب فيه أسامي الناس اللي شغالة في ملف الكوبي. فأنا باجي هنا وأقول له كونتاكتس، بيبدأ يطلع لي كل شخص من الأشخاص، بيبدأ يجيب لي الاسم والإيميل والكمباني والفون والكاتيجوري والمعلومات الخاصة بيه، الجيفن نيم والفاميلي نيم، الأورجانيزيشن، الأدرس العام بتاعه وهكذا، بحيث إنها تبقى متخزنة في ملف الكوبي. تقدر تضيف ملف شخص آخر لملف الكوبي، ولما نصدر ملف الكوبي هتلاقيه هنا الإيميلات والكاتيجوري والكريت أون التاريخ الكاتيجوري كومباني الفون وهكذا.